60 لاعب كما ذكرت لعبوا مع الفريقين، ذكرت ابرزهم الان، لكن لحد الان في انتظارنا نشاهد ابرز محاوله لفريق الانتر. ال1 2 كره داخل المنطقه، الهدف ياتي، هي ابرز كره، ابرز محاوله، سلسله من التمريرات، هدف ولا اروع ولا اجمل من جانب النيراتسوري. الانتر يسجل عن طريق اللاعب جوناثان وكانها برمجه الكترونيه. ال1 2 ال1 3 والجول يجي يا ستراماتشوني. الانتر يسجل، ياخذ الفانتاجو وجوناثان يتمكن من احداث الفارق. شوفوا الاعاده، الفارس جوناثان كامبياسو، وجوناثان يضع الكره في المرمى باقتدار، تصويبه اللاعب البرازيلي على الاعاده من جديد لهدف فريق الانتر بسهوله تامه. يتمكن الانتر من اختراق دفاعات الروما. تحيه وتصفيق من جانب استراما. نتذكروا اللاعب اغوستينو دي بارتولومي اللي كان يغني له ويردد له اغاني مشهوره بمحاوله خطيره وتستر والتعادل 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 والتعادل. ماتيا تيسترو، لب بسيط، لب من جانب ماتيا تيسترو والكره تستقر داخل الشباك. سامويل دخل المدافع الارجنتيني ودخلت الكره لتعلن عن تعادل روما. البالونيتو، بالونيتو كان في محله من هداف كوبا ايطاليا ماتيا ديسترو، يسجل رابع اهداف في هذه المسابقه. شوف الاعاده، ما فيش تسلل، في بطء واضح من جانب دفاع روما في هذه التمريرة. لاميلو يمرر ولمسة رائعة من ماتيا ديسترو، يتفوق على المتألق أندانوفيتش والكرة في المرمى لتعلن عن تعادل روما. روما يتعادل 1-1، يترك التعادل وغضب من جانب استراما. إذا النتيجة واحد واضحة 1-1، لكن وكالة توماس ريكي لكن في وضعية مناسبة لخطف هدف ثاني. لكن روما، روما الآن في الهجوم، روما يصعد وتيرة أداء يسجل هدف ثاني بما تمريرة بوانسلوتي عرضية وفيها ثاني بالفعل، هدف ثاني عن طريق ديسترو، هدف ملعوب يطلب دفاع الإنتر. قلت هذا، قلت هذا، وروما يسجل هدف ثاني. بالزيرتي كان وراء الاسيست، ال1 2 وال1 3 والهدف ياتي للروما. خلاص بهذا الهدف الروما في نهائي كوبا ايطاليا، نهائي الكاس سيجمع الروما لاتسيو في ديربي العاصمه. بالمناسبه الروما بهذا الهدف يتاهل، وبالتالي تتاكد مواجهه روما لاتسيو على ذكر يعني الالقاب اللي حصدتها المدن الايطاليه في كوبا ايطاليا. العاصمه الايطاليه 14 لقب، 9 لروما و5 للاتسيو، يعني اللقب رقم 15 للمدينه الخالده لكاس ايطاليا. وبالتالي ستتفوق على تورينو اللي كان عندها 14 لقب، فيولا وايضا ليفركوز الالماني. لما كوزمانوفيتش يغادر الميدان ويدخل فورتي، فرانشيسكو فورتي يعطيه الفرصه، يشارك في هذه اللحظات، كرة رائعة وهدف أروع، هدف أروع لصالح فريق الروما. تصويبة في محلها من دورو سيديس اللي يسجل أول أهدافه مع الروما. كرة تتجاوز مهارة أندانوفيتش والروما يتقدم على حساب الإنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. هي نتيجة لقاء الفريقين في الدوري الإيطالي هذا الموسم على أرضية هذا الميدان. الروما انتصرت 3-1. فلورنسي وبابلو اوسفالتو وماركيوني سجلوا اهداف روما في تلك المباراه. على روما يتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق اليوناني تورو سيديس. تورو سيديس على الطاير، الكره تتخطى اندانوفيتش وتستقر داخل الشباك. الروما يتقدم على حساب الانتر 3-1. الهدف الثالث بامضاء تورو سيديس. خلاص انتهت الامور، انتهت الامور. قبل يخوض
تجربة تدريب فريق في السيريا لأول مرة، قد يكتب لأندريا تسولي أن يحقق أول لقب لي. نعرف تسيمر المدرب الشهير والقيدون في الكرة الإيطالية لا يمتلك أي لقب، بينما محاولة خطيرة والإنتر يسجل عن طريق ريكي ألفاريز. ريكي ألفاريز يسجل أول أهدافه مع الإنتر في كوبا إيطاليا في كرة غلطة ستيكلبرغ. لو كان هدف ريكي والنتيجة 1-1 لاشتعل اللقاء أكثر وأكثر، لكن هدف ياتي في توقيت متأخر والفريق متأخر بثلاث